السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي عن تجربتي الشخصية. يعني الوصفة دي انا مجرباها وبصراحة عملت وصفات كتير، بس اكتر وصفة جابت معايا نتيجة وكمان احلى ما فيها ان هي ما بتعملش اثار جانبية، يعني تنفع للبشرة الحساسة، تنفع لأي أنواع من البشرة. الوصفة بتاعتي النهاردة كريم هنعمله لتفتيح المناطق الحساسة وتفتيح أكتر أماكن فيها اسمرار عندك. أكتر أماكن فيها اسمرار عندك بتكون المناطق الحساسة زي ما بين الفخذين أو في العانة أو تحت الإبطين. الأماكن دي بيكون متراكم فيها السمار بطريقة مش معقولة. هنعمل مع بعض كريم حلو قوي قوي بيتشرب البشرة، يعني هتحطيه مش هتضطري ان انت تغسلي مكانه او تغسلي بعديه خالص. انت هتدهنيه يوميا مرة الصبح ومرة بالليل، هتلاحظي تفتيح رهيب جدا جدا في المناطق عندك. واحلى حاجة فيه برضو ان هو ريحته حلوة، فهتبقي مرتاحة قوي وانت بتستخدميه. وكمان لو حطيتيه تحت الابط هيخلي الريحة تحت الابط حلوة قوي وهيفتح بطريقه خياليه. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا حبيبه قلبي ما تنسيش تعملي لايك. اول حاجه ان شاء الله انا عايزه بس اقول لكم على خطوه حلوه قوي، وهي خطوه التشقير. خطوه التشقير دي ان احنا نقشر المكان اللي احنا هنعمل عليه الكريم. انا عايزه التشقير ده يبقى مرتين بس، ودي اهم حاجه، يعني مره في الاسبوع. بعد كده هتخليها مره واحده في الاسبوع، بعد كده لما تفتحي خالص مش هتحتاجي للتشقير. اول حاجه معايا هنا اهو، دي معلقه من السكر الخشن. تمام، التشقير بتاعنا ما فيهوش ليمون ولا فيه مواد بتحرق البشره. ليه؟ علشان خاطر برضو الناس اللي بشرتها حساسه والاماكن دي اوقات كتير جدا بيكون فيها حبوب. دي الخطوه اللي احنا هنعملها مع بعض، وهعرفك ازاي تشيل الجلد الميت قبل ما نعمل الكريم. ده القرف او الدرسين، لو مش موجود عندك ممكن تستبدليه بالقهوه. تمام، بس القرفه من الحاجات الجميله جدا جدا اللي بتقشر البشره. خلطنا القرفه مع السكر الخشن زي ما انت شايفه. تمام، هنبدا ان احنا ناخدهم كده بالشكل ده، بصي وهما ناشفين زي ما هما كده، البودر بتاعت القرفه والسكر الخشن. هتبداي تدلكي بالطريقه دي. طيب البنات اللي ما بتتحسسي من الليمون، هتبداي ان انت تاخدي كده بقشره الليمونه، مش الليمونه نفسها، وهتبداي تدلكي بيها. هتبداي تدلكي بيها الاماكن الحساسه علشان نشيل الطبقه او الجلد الميت، عشان نقدر ان احنا نستفيد من الكريم اللي احنا هنعمله اكبر استفاده. الكريم اللي احنا هنعمله النهارده بجد هتدعي لي من قلبك عليه. تمام، بعد ما هتقشري بالطريقه دي تحت الابط ما بين الفخذين العانه بالطريقه دي، هتبداي تغسلي مكانها كويس جدا. ده بعد ايه ما تقشري الاماكن دي، وهتبداي ان انت تقشريها تقشير تام جدا. تمام، دي كانت الخطوه الاولى في الوصفه بتاعتنا. تابعي معايا بقى علشان دلوقتي هنعمل مع بعض الكريم. تمام، يبقى التقشير هيكون يومين في الاسبوع، بعد كده هتخليها يوم في الاسبوع، بعد كده لما الدنيا ان شاء الله تظبط معاكي مش هتحتاجي للتقشير. بس اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه ان احنا نعمل ايه، اهم حاجه ان احنا نهتم بالمنطقه دي ان هي ما تلتهبش، ودايما نعالج الالتهابات اللي فيها، لان الالتهابات اللي فيها هي اللي بتعمل لك اسمرار كتير جدا فيها. دلوقتي هنعمل الكريم. معايا هنا طبق يا حبيبه قلبي، الكريم ده جميل جدا جدا، انا على طول بعمله لنفسي وبجد يعني بستفيد منه جدا. اول مكون معايا يا حبيبة قلبي وهو ماء الورد. اي نوع ماء ورد عندك، هنبدأ ان احنا حطينا كده بالظبط ربع فنجان من ماء الورد.
زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد كده هنبدا ننزل عليهم بايه؟ هنبدا ننزل عليهم بالنشا بتاعنا او الكورن فلاور. هناخد معلقه اتنين تلاته، تلات معالق من النشا او الكورن فلاور او المايوزين على ماء الود بتاعنا، وهنقلبهم كويس جدا. تمام. بعد كده هننزل عليهم بمعلقه من الطحين او الدقيق، وانا عايزاكي لازم ماء ورد، لازم ماء ورد في الكريم اللي احنا هنعمله، او ماء زهر يعني، يا اما ماء ورد يا اما ماء زهر. ليه؟ علشان هيديكي ريحه وهيديكي نعومه على بشرتك. تمام. حطينا الدقيق مع ماء الورد مع النشا بتاعنا زي ما انت شايفه بالشكل ده، وقلبناهم. هنبدا ننزل عليهم بعصير الليمون، عصير ليمونه واحده. هننزل عليهم بعصير ليمونه واحده بالشكل ده، وهنبدا برده نقلب مع بعض بالشكل ده. الكريم ده معجزه بمعنى الكلمه. تمام. هننزل عليهم بايه تاني يا حبيبه قلبي؟ هننزل عليهم ب معلقه من الفازلين، معلقه من الفازلين، اي نوع فازلين متوفر عندك هننزل عليهم بمعلقه من الفازلين، بس يا ريت يكون نوعيه كويسه عشان في نوعيات صراحه مضروبه. هتفضلي تقلبي كويس جدا لحد ماء الفازلين يتجانس مع المكونات بتاعتك كويس جدا. انا عايزه الفازلين يتجانس، وطبعا اهم من الوصفه طريقه استخدامها، هقول لك ازاي تستخدميها. وطبعا ولا ماسكات ولا اي حاجه، هو الكريم ده احسن من كريمات كتير جدا جدا والله العظيم بتتباع في الصيدليات. عايزه اقول لكم ان انا جربت الكريمات بتاعه الصيدليات للتفتيح دي، ما بصراحه فكسانه وما جابتش معايا نتيجه. قلبيهم كويس جدا، قلبيهم كويس جدا لحد ما القوام معاكي يتجانس تماما. انا عايزه الفازلين بتاعي يدوب يدوب مع المكونات بتاعتي. انا هقلبهم كويس وهرجع لكم تاني عشان برضو وقت الفيديو. قلبناهم كويس جدا بقى، القوام زي ما انت شايفه كده تجانسوا مع بعض كويس. هننزل بس عليهم بالظبط كده يا حبيبه قلبي معلقه من دقيق الارز. طيب الناس اللي ما عندهاش دقيق رز، اللي هو الرز العادي بتجيبيه وبتطحنيه او بتشتريه من عند العطار، مش مشكله، هتستكفي بالنشا وهتستكفي بالطحين. تمام. بس دقيق الرز من الحاجات الجميله جدا جدا اللي بتفتح. تمام. قلبناهم كويس جدا. دلوقتي هقول لك ازاي تستخدمي الكريم. الكريم بتاعنا بقى جاهز تماما اهو اهو. اولا الكريم ده بيقعد معاكي اكتر من شهر، مش بيبوظ تماما 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 تماما، دي حاجه. تاني حاجه يا حبيبه قلبي، الكريم ده من الكريمات الجميله جدا جدا للتفتيح. تالت حاجه، لازم يكون عندك علبه وتحطي الكريم ده فيها وتقفلي العلبه وتشيليه عندك، ما تشيلوش في طبق زي كده، علشان لو هتشيليه في طبق هي ايه مش هينشف منك وهيبوظ. لازم يكون علبه مغلقه، ويا ريت تكون علبه او برطمان ازاز. هتبداي تاخدي من الكريم ده يوميا، طبعا هو بيتشرب البشره، يعني يا حبيبه قلبي مش هتضطري كده اهو، مش هتضطري ان انت تغسلي مكانه او ده كانه ماسك، لا هو كريم بيتشرب في البشره اهو اهو، كريم بيتشرف في البشره. هتبداي ان انت تدهني منه يوميا بالليل قبل ما تنامي. لازم يكون المنطقه زي ما قلت لك عامله لها صنفره ومقشراها، ولازم تكون المنطقه نظيفه جدا ما فيهاش لا ميه ولا فيها اي حاجه، ولازم تدهني بيه يوميا، وتكون المكان ناشف. هتبداي ان انت تدهني سواء تحت الابط سواء الاكواع، برضو ينفع جدا اي مكان عندك فيه اسمرار جامد قوي في جسمك هيشيله. هتبداي تدهني، بس اهم حاجه الاماكن المفتوحه، يعني انت مثلا لو هتعملي هتدهني في حته مكشوفه، يعني عاده المناطق الاماكن الحساسه بتكون مداريه، يعني عشان كده اصلي عشان الفازلين بيتفاعل مع الضوء، فانت هتدهنيه بالليل. لو هتعملي في الاماكن الحساسه بس، يبقى مره الصبح ومره بالليل.
والله لمدة 3 4 ايام هتلاقي فرق كبير جدا جدا، ومن اول مرة هتلاقي فرق رهيب جدا جدا في التفتيح، هيفتح بطريقة خيالية. يا رب تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها يا حبايب قلبي. ما تنسونيش في اللايك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.